الموقف الثاني جت موقف الصحابيات اللي هي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها، قالت، يقال حفصة، يعني الرواية قالت حفصة، قالت لها أنت بنت يهودي. فبكت سيدة صفية جدا، ويعني كانت يعني في حالة صعبة جدا، بكت. قريب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، لما تبكين يا صفية؟ قالت يعايرنني ويقولن أنت بنت يهودي. قال وماذا قلتي؟ قلتي إيه؟ قالت لهم، فقالت له ما ردتش وبكيت. قال لها قولي إن شئتي أنا بنت نبي، سيدنا ترجع أصلها سيدنا موسى وسيدنا هارون، أنا بنت نبي وزوجة نبي، فمن فيكم يحظى بهذا الشرف؟ ففعلا قالت كده. طيب ده موقف. يبقى لما حاجة تزعلك وحاسة منها ما تشيليش، وتقومي جاية كذا وحطاها وعاملاها ومسوياها، وبعدين يجي الموقف التاني عليه، وبعدين تيجي بقى مشكلة تافهة جدا تقومي جاية مزعق. لا، تطيب القلوب ومسح القلوب اول باول كده. عارفه كده لما بنقول في ناس لما بنشوفها بنرتاح لها، في ناس ليه اللي في قلبها على لسانها. خلي الحاجه اللي تضايق قولي والله انا زعلت من الموقف الفلاني. ومين يبقى اول داعم ليكي واول كذا؟ الازواج. وصيه لكل زوج، ارجوكم لما تيجي زوجتك تعيط، انا عارف ان العياط بيلخبط يعني تفكير الراجل خالص، ولكن لما بتلاقي بتعيط تعرف انها وصلت لاقصى انواع المشاعر، اسمعها طيب بخاطرها، قول كلمة تدعمها. لما بتعيط الزوجة اعرف انها خلاص جابت اخرها، هتروح لمين؟ انت رقم واحد، لان انت رقم واحد عندها في طاعة الله سبحانه وتعالى، مقدم على ابيها وامها. فرقم واحد ده لازم يكون خير داعي. ما ينفعش هو انت هتفضلي عيوطة كده، هو انت هتفضلي زنانة كده وكل موقف تزنيلي عليه؟ لا، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم. موقف تاني للسيدة صفية، واقول لكم كيف تصرف النبي. الناس اللي بيدعوا البروتوكولات والاتيكيت وفن التعامل ويتاخد فيه دورات، في بروتوكول دولي متعارف عليه في مستقبل على مستوى الدول، تروح هنا ده معروف، مش عارفه احط الشوكه والسكينه بالشكل الفلاني، الكوبايه ما اعرفش الجلاس الميه هنا، لا العصير هنا، لما عاوز اقول شكرا على الاكل احط ازاي، لما اقول انا لسه ما انتهيتش منك، في اداب وفي اتيكيت للتعامل، منها ليديز فيرست ومنها افتح الباب. اسمعوا معايا الموقف التحفه جدا جدا، ونقول فيها كن محمديا، خليك زي الرسول عليه الصلاة والسلام. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في غزوة من الغزوات، كان يعني يعمل ايه زي قرعة بين زوجاتي، مين اللي تطلع معاه بيفسحهم. انا طالع سفر، طالع شغل، جميل جدا، طالع شغل 3-4 ايام، خد زوجتك معاك. خد زوجته معاه، وكان نصيب السيدة صفية، والسيدة صفية كان ركبت على جمل، كان الجمل خدها وجري جامد، فاللي شايل عقال الجمل يعني ما حطش في دماغه ان في نساء، بصوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبكت السيده صفيه من شده هروله الجمل، وبعدين برك الجمل بقى قعدت تعيط. جه النبي من اول القافله لحد ما وصل للسيده صفيه. ها اللي بتعيطي ليه؟ انت كده ده احنا في غزوه وطالعين نحارب، هنشتغل بقى مكت العياط والقمص بتاعك ده، وبعدين كده كسفاني في وسط الناس، الناس كل الجيش كله بيتفرج على عياطك، طب يعني ده صح؟ ما قالش كده النبي عليه الصلاه والسلام. جه النبي صلى الله عليه وسلم يمسح خد السيده صفيه وتبكي، وانت اديتوني جمل وحش، وانت اديتوني جمل ضعيف، وتبكي، ورفع سلام يطيب بخاطرها لحد ما طاب خاطرها. الامر ده بيحصل دلوقتي، احنا نفسنا الامر ده يحصل. احنا بنحكي القصه ده عشان القصه دي علشان يبقى ده يعني زي دافع ومثال حي لكل بيت ولكل زوج. اتعلم زي النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم وشوف ازاي بيتعامل مع النساء. كانت السيده صفيه حابه تطلع الجمل، النبي صلى الله عليه وسلم قعدها على رجله، عمل ركبته كده وطلعت بقدميها برجليها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، رفعها النبي عليه الصلاه والسلام. مش بقى ليديز فيرست او افتح انا باب العربيه، لا، ده قعدها على رجله وطلعها. هو ده الزوج. النبي له صفات، نبي قائد، النبي القدوه، النبي الاسوه، النبي الزوج، والنبي الاب، والنبي الحبيب. احنا عايزين بقى الايه؟ النبي الزوج ده، النبي الزوج ده، هي دي الصفات. يبقى اوعى تستهين بدموع زوجتك، واوعى تستهين بدموع المراه ان هي كده مسح على خدها.